من السيد توم حرب. إذن بداية، ما حجم التأثير الشعبي لمؤتمر الحزب الجمهوري؟ أولا مرحبا لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين. الحشد الشعبي اليوم للرئيس ترامب لا مثيل له. القوة الموجودة داخل المؤتمر الشعبية، توحيد الجهود بين جميع الأطراف بالحزب الجمهوري كانت جيدة، منهم حاكم ولاية فلويدا السابق ران دي سانتس والسيدة نيكي هيلي كانت مرشحة كذلك ضد الرئيس ترامب، أتوا إلى المؤتمر ودعموه دعما بأقصى الحدود وحولوا جميع أصواتهم إلى الرئيس ترامب. والسبب أعطوا ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى، الهجرة الغير قانونية وفتح الأبواب بعهد الرئيس بايدن، هذا لم تكن موجودة بعهد الرئيس ترامب. الحروب الموجودة اليوم في أوكرانيا والشرق الأوسط والتحدي الصيني، هذا لم يكن موجودا في عهد الرئيس ترامب وإنما موجودا اليوم في عهد الرئيس بايدن. التضخم المالي بنسبة 30% منذ 3 سنوات لليوم والعبء على المجتمع الشعبي في أمريكا، هذا لم يكن موجودا بعهد الرئيس ترامب وإنما موجودا اليوم. هذه الأسباب الثلاثة الأساسية التي ركزوا عليها وجميع الحضور، والأمن الداخلي، القضايا كثيرة يعانيها المجتمع الأمريكي اليوم، والعودة إلى الحياة العائلية بشكل جيد، العودة إلى تربية الأولاد، هذا ما قاله نائب الرئيس اليوم المختار نائب الرئيس فانس كذلك الأمر. يجب العودة على الأساس والمنطق، والعائلة هي أساس ركيزة المجتمعات.